عسلامة عسلامة، إن شاء الله تكونوا بألف خير ونعمة يا ربي. قبل ما نبدأ الفيديو كيف العادة نصلي على الرسول، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم جيتكم فيديو جديد ورسات جديدة. اليوم مش نعملوا مع بعضنا كريب فارسي بطريقة ياسر بنينة، بكريب بصوص بشاميل. تبعوا الفيديو تكتشفوا طريقة الكريب مقادير مضبوطة، كذلك طريقة الصوص بشاميل. الفارس اللي استعملتها تنجموا تعتمدوها كما تنجموا تبدلوا في الفارس اللي تحبوها انتوما. دونك اللي يزور القناة أول مرة نقوله مرحبا بك، فضلا وليس أمرا اشترك في القناة وفعل جرس باش كل مرة نهبط حاجة جديدة تجيكم نوتيفيكاسيون وتقعدوا تتبعوا في جديد متاعي. البنات ما تنساونيش في الجيم مهم برشا. طيب نقص لكم هكايا تريف من الكريب ونوريها لكم من داخل. كما قلت لكم بالحق ياسر بنينة، ان شاء الله تجربوها الوصفة. دونك طويكا نخليكم مع طريقة التحضير والمقادير. دونك اول حاجة مش نبدأ بها مكونات الكريب، مش نستحقوا 250 غرام فارينة، عليهم 500 مليلتر حليب، كعبتين عظم يكونوا بحرارة الغرفة، شوية ملح وشوية فلفل اكحل، 50 غرام زبدة. اكاهو هذو ما مكونات الكريب، نخلطوها مع بعضنا. حاجة مش نعملها مش نفقص كعبات العظم. بسم الله. نضيف الملح والفلفل الاكحل. خمسمية مليلتر الحليب. والزبدة ذوبتها شوية وخليتها بردت. ومش نضيف الفارينة. ونخلط المكونات الكل مع بعضهم. باش ناخو الميكسور بلونجون، نجمو تعملو بالفويت، نجمو تعملو الخلاط متاع الجو. المفيد ما نحطوش الكعابر متاع الفارينة في وسط الكريب، لازم يكون خليط ليس على الاخر. دونك نبدا نركز الكريب متاعي. بسم الله. ولا خلطوا بالباهي وتأكد انه ما فيش كعبر متاع الفارينة. كما قلت لكم ردوا بالكم اذا كان هكي حسيتوا الخليط متاعكم فيه شوية كعبر، نجمو نعديوها على الصفية ونصفيوها. سينو هكي مريقل تو مش نغطيه ونخليه في الثلاجة مدة ربع ساعة لطن اللي هو ارتاح، نمرو نعملو الفرس مع بعضنا. باش ناخو مقلة نخليها على الغاز مش نصب فيها شوية زيت زيتونة، نجمو تعملو زيت نباتي. ومش ناخو رويس هكايا بصل قطعتو جويد. وعندي لهنا لحم مفروم، نجمو تعملو انتوما سكالوب، نجمو تعملو صدر متاع دجاج، اي فارس تحبوها انتوما نجمو تعملوها، مش بالضرورة تعملو الفارس اللي انا مش نعملها. ولا نخليها هكايا يتقلى هذاك اللحم مع البصل. عندي لهنا سنينتين ثوم هكايا هرستهم. عندي هنا جرين فلفل قطعته كذلك جويد. نجمو راهو تعملو اي نوع متاع خضرة انتوما تحبوه. تويكا مش نفوح اللحم متاعي بشوية فلفل اكحل. شوية ملح. ردوا بينا من الملح، ديما الملح حسب الذوق. وشوية فلفل احمر. ينفع هكي شوية نقعد نحركو هكا بالباهي، نخليو هكا اللحم يطحن ما يقعدناش مكعبر، نحلوه ونخليوه حتى لين يطيب. طالع اللحم متاعي تقلى، طبعا مش نضيف هكايا شوية معدنوس، معدنوس يزيدو هكا يبننو.
كما قلت لكم راهو الحشوة اختيارية اللي تحبوا انتوما تعملوا. وعندي لهنا جبن مثلثات مش نزيدوا مع الفرس، يبن زيدا برشا الفرس. نجمو تعملوا راهو جبن لابي موزاريلا اي نوع جبن عندكم. فوالا هذه هكا الفرس نتاعي انا تو بريسك حاضرة، مش نمرو تويكا نطيبو الكعيبات الكريف. فوالا نشيخو الكيبير نتاعي، مش ندنا هكايا بشوية زبدة ولازمها تكون ما تلصقش، والزبدة تعاوننا انا باش ما تلصقش، وميم طون تعطينا هذيك التحميرة في وسط كعيبة الكريب. باه والكريب نتاعكم هذايا هكا الخليط نتاعنا، إذا حسيتوه ثقال شوية تنجمو تضيفولو شوية حليب، ما لازموش يكون الخليط نتاعنا عاقد، لازم يكون جاري شوية، خاطر مش باش نعملو لازم يكون جاري مش كل البانكيك. فوالا ندور كامل على كامل الزق نتاعي ونخليها تطيب من الجهة الأولى، ومن بعد كي تطيب من الجهة الأولى وأنا نرجع نحمرها على الجهة الثانية. فوالا تويكا طابت من الجهة الأولى، مش ندورها نقلبها بسم الله ونخليها تكمل تطيب على الجهة الثانية. مش نكمل الكونتيتي كاملة بنفس الطريقة، ومن بعد نرجعو نكملو بقية الوصفة. هكا مش نتعدى نطيب الصوص بشاميل نتاعي، مش ناخو هكا زوز ملاعق أكل كبار مليانين زبدة، ومش نضيف زوز ملاعق أكل كبار كذلك فرينة، لازم قد الزبدة قد الفرينة. فوالا طيبهم تويكا مع بعضهم باش الفرينة نتاعي تطيب، ومن بعد باش نضيف 500 مليلتر حليب. نطيب قبل كيما قلت لكم الفرينة والزبدة. فوالا طيبت الزبدة والفرينة مع بعضهم بالبيت، و باش نضيف 500 مليلتر حليب. بسم الله وديما ما نوقفوش على عملية التحريك باش الصوص بشاميل نتاعنا ما تكعبرناش. باش نفوحوها تويكا بشويه ملح شويه فلفل اكحل. وقت اللي تبدا تعقد شويه وانا مش نزيدها الفرماج. ولا كما قلت لكم حسيت بدات تثقال شويه، مش نضيف لها الجبن اي نوع جبن تنجموا تضيفوا لها، ونكمل نحرك حتى لين اطيب الصوص بشاميل نتاعي. ولا تويكا الصوص بشاميل نتاعنا حضرت، طفيت عليها كيما تلاحظوا، الفرس نتاعي حضر، الكريب نتاعي كملنا طيبناه، دونك توما بقى لنا كان نحشيو كعيبات الكريب نتاعنا. شوفوا الكريب كيفاش هكا يبدا طري ويبدا هكا القوام نتاعو ياسر تحفون. توما مش ناخذ كعيبات الكريب نتاعي كيما هكا، مش ناخذ الفرس باش نرمي هكا شويه هنا هكا في الوسط، ونسكر عليها من الجهه هذه والجهه هذه، ونرولي كيما هكا. طريقه سهله وما فيها حتى شيء. فوالا كيما هكا نعاود كعيبة اخرى معاكم. ناخو كعيبة الكريب كيما هكا، وناخو شوية من الفرس نتاعي، نسكر هكا شوية من جنب هذا من جنب هذا. فوالا كيما هكا، ونرولي كعيبة الكريب. فوالا بالنسبة للكونتيتي متاع الخليط متاع الكريب عملت لي كعيبة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية كعيبات كريب، دونك الكونتيتي ما شاء الله كونتيتي وفيرة. هكا
هلا كمل نحشيهم بنفس الطريقة وبعد نرجع لكم. دونك كمل تحشية كيبة الكريب نتاعي الكل، مش ناخو هكا كونتيتي من الصوص بشاميل، مش نطرحها هكايا عالطبيق، مش ندخلو للفور. هكا ونبدا نرمي الكايبات تاع الكريب فوق منها فوالا كيما هكا. كايبة كيما هكا كايبة الثانية هكايا نستفهم الكل، كل كايبة باش نبلختها. هالكايبتين هذوما نجم من بعديكا نطيبهم في طبيق واحد داخل وحدهم، تو مش نصب فوق منهم مرة أخرى صوص بشاميل. نستعين هكا بسباتول باش نوزع الصوص نتاعي كيما هكا. مش ندخلهم تويكا للفور مي با 10 دقايق ونخرجهم، بما انه كل شيء طيب دونك ماهيش مش تبطى جوست هكايا. بعد انا تو مش نضيف لها الجبن موتزاريلا هكا فوق منها، جوست يذوب لنا هذاك الجبن وكهو. فوالا تويكا مش نضيف فوق منها هكايا جبن، جبن موتزاريلا باش هكايا يذوب، بعديكا يعطينا مشهد مزيان و ميم طون بنة على بنة. فوالا وندخلها للفور الطيب، بعد ما طيب و أنا نرجع نوريهالكم في المشهد النهائي. ولا هذه هكا الكريب فارسي نتاعي حضرت هكا، مش نزينها بشويه معدنوس، نجمو تخليوها كما هي، راهو تنجمو تستغنيو عليها ليتاب هذيا وكهو. تو مبقى لي كان باش نقصها ونقيم لكم طريف ونوريها لكم من داخل كيفاش تكون. فوالا تو مش نقيم لكم، وهذه هي وصفتي كانت لليوم. ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم، واذا كان جربتوها ما تنسوش بتشاركوني تطبيقاتكم على الجروب فيسبوك كوزين بي منو، بارتجيو الوصفه بين حبيباتكم وصحيباتكم باش تعمل فايده. وفي وصفه قادمه ان شاء الله. بسلامه.